أهلا وسهلا. إحنا النهاردة أخيرا وبعد شوية تأخير في الحقيقة، لأن كنا عايزين نوصل لأحسن صورة ممكن تطلع فيها النتائج للمسابقة. إحنا السنة دي كنا قايلين إن إحنا عايزين الأخشاب في بيوتنا المصرية. ليه؟ لأن إحنا لقينا إن برضو العلاقة بين القطع الخشبية في البيوت دي علاقة حميمة جدا، وفيها في نفس الوقت جزء عملي، وفيها إن الواحد ممكن يعني يبقى واخد الحاجات في جراندد زي ما بيقولوا، إن هو بيتعامل معاها ومش حاسس بقيمتها، ومش حاسس بالخيط الطويل اللي بيطلع المنتج ده من الحرفي ومن اللي بيعمل تصميم ليها، ومن نوع الخشب اللي بيجي من أي غابة ومن أي بلد. وفعلا جات لنا يمكن صور حتى أكتر من السنة اللي فاتت كتير، وده بالنسبة لنا كانت علامة كويسة. وبشكل عام أقدر أقول إنه إحنا لو قارنا بين المسابقة بتاعت السنة اللي فاتت، إن إحنا بعدنا أكتر عن الصور اللي نقدر نسميها سياحية، اللي هو أي حد بينزل يشوف حاجة ويصورها عشان هي تستحق إنها تتصور، زي الجوامع أو زي ده. طبعا شيء جميل ولازم يتعمل، بس هو إحنا مهتمين بالأخشاب، بجماليات الأخشاب، بدورها في المجتمع بعلاقتها بينا. فالحمد لله السنة دي نقدر نقول إن ده حصل، وحصل بنسبة أعلى كتير من المرة اللي فاتت. بس كمان كان في بعض الحاجات احنا اتعلمنا منها ويمكن نحب نشاركها معاكم. زي مثلا، ودي يمكن حاجة احنا كمحكمين فكرنا فيها كتير، ان احنا مسمى المسابقة نفسها الأخشاب في بيوتنا المصرية. الصور اللي جت مش كلها في بيوتنا المصرية، بس قالت حاجات بتقول كتير عن الوضع بشكل عام، عن بيوتنا، لانه كتير عدم وجود الشيء بيثبته، وده هيبان اكتر في الصور وهنتكلم برضه. من اللي بان انه ان احنا لازم نعمل او دي من عشان كده من جانبنا، ان المصور يبعت يقول هو بيفكر في ايه وصورها ليه وايه علاقتها بالسبب، لان دي هتسهل عليه وهو بيصور، انه هيبقى في ذهنه ان هو بيصور عشان كذا، وهيسهل علينا واحنا بنبص على الصور كلها وليه بنميز دي عن دي. فده بشكل عام يعني المقدمه. انما الصور هتلاقوا اعتقد يعني فيها صور هتعجبكم، وفيها مواضيع مختلفه، وفيها تنوع بيثري المسابقه بالتاكيد، وارجو ان انتم تستمتعوا معانا. انا سريعا هعدي على الصور الفايزه، ومش هطول عليكم عشان انتوا عايزين تعرفوا مين الصور الفايزه، بس دلوقتي هنعمل ده، وبعد كده هنعمل احتفاليه بشكل خاص هننوه عنها قريب برضه. فلو جينا مثلا لاول دول، الحقيقه لقينا صور كويسه، واعتبرنا ان لازم نديلهم شهاده تقدير او اللي بيسموها سبيشال منشن. اول واحده بالنسبه لنا استاذ عبد الله بدران، او المصور عبد الله بدران، صور صورة قد تبدو بسيطة وسهلة، بس هي الحقيقة برضه بتقول كتير، لأنه السلم ده أولاً في شغل عالي جداً كنجارة، في خشب شكله حلو، في خط، في حتى بصرياً ممكن يلخبط أنت طالع ولا نازل الدوران، وتكوين الألوان مع بعض الحقيقة على بعضها سكسسفل، فقلنا إن ده يستحق إن هو ياخد شهادة تقدير. عندنا اللي بعده في يوسف اسكندر. يوسف اسكندر الحقيقه ظروفه ان الصوره تبدو سهله وبسيطه، بس هو تكوين فكر فيه والوان حطها مع بعض، واللي ظريف ان هو شيء موجود في بيوتنا وبيحصل يعني كل ما بننظف المنظر ده، ومركز على عنصر واحد اللي هو الكراسي، اللي هو دلوقتي ما نقدرش اي بيت مش ممكن يبقى ما فيهوش كرسي، ما يبقاش بيت الحقيقه، أو مكان يتقعد عليه، مش لازم اسمه كرسي يعني. فبرضه قلنا إن هي فكرة تستحق إنها تديها شهادة تقدير. منا بصت للخشب بطريقة تانية، ده خشب
صحيح هو مش في البيت، ممكن يكون عند المناجد لسه بيتعمل، بس هو ده اولا الجماليات عاليه وفيها تفكير، بس في نفس الوقت الحرفيه برضه هقول لكم عليها، وانه ده بيبقى كنبه بتبقى في صالون بتشهد احداث مهمه لينا جدا في حياتنا، وبالتالي صحيح هي شكلها كده بتخدم بعفويه، بس وراها معاني احنا حسينا انها بتوري الخشب وبتوري الحميميه في بيوتنا. اسماء زكريا بقى عملتها بطريقه ثانيه، اللي هي جابت الكنبه اللي بتبص على الشيش، الكنبه الخشب اللي بتبص على الشيش اللي من البلكونه اللي بيودينا على الشارع. الحقيقه الصوره دي لو انتوا ركزتوا، انا ناقص انه اثنين اصحاب قاعدين يقعدوا ويتكلموا عليها، او الجده قاعده تشرب فنجان القهوه بتاعها الصبح. فالحقيقه انا لقيت ان هو ده يعني حاجه ما نقدرش نغفلها، لانه الشيش ما بقاش كتير موجود عندنا، بس في نفس الوقت هو بيقوم دور مهم جدا في الاضاءه للمكان على بعضه، وفي احساسنا ببره وجوه، وبيعمل برضو الضوء الخافت ده بيعمل حميميه في القعده. فاكيد التشكيل ده انا متاكده في بيوت كتير عندنا شاهد ناس كتير وتنجد وتحافظ عليه وتغير مكانه، بس الاوضه محافظه على شكلها بشكل عام. ده برضو من ناحيه اخرى نفس الفكره، الشيش بنبص عليه بناخده فور جرانتد، بس هو يستاهل ان هو يشوفه لانه عنصر جمالي، والخشب بيصارع اكشلي وبيتخانق مع المشابك البلاستيك اللي هي دلوقتي هي اللي بتكسب، بس احنا المشابك الخشب مش محتاجين نتكلم على ازاي ان الخشب مهم في الريسايكلينج وفي الحفاظ على البيئه وفي الاستمراريه، وازاي البلاستيك بيعمل العكس ده تماما. فهي صوره بسيطه بتقول كلام كبير والواحد يحب يبص عليها. اظن ان المصور محمد كمال يعني ما كانش ممكن يقرب من اللي احنا بنقوله اكتر من كده، اللي هو احنا واقفين في جوه البيت مش قادره يعني ده زي بير السلم اعتقد، وحوالينا مش شايل غير خشب، وده بالنسبه لي انجاز كبير يعني. وهو نفسه بيتطلع الى الشبابيك، ولو ركزنا هنلاقي كباري وسلالم ومشربيات ومغددلي وشبابيك، وكل دي عناصر بنستعملها كل يوم، بس كلها كلها موجوده وما قدر يجيبها كلها في صوره واحده، اعتقد ان ده برضو تطلب منا ان احنا نديله شهاده تقدير. الصوره دي انا بقول عليها فانتازيا شويه، بس برضو جميله جدا. فرح قدرت تاخد زاويه احنا مش واخدين عليها، بكرسي متعلق في الحيطه جنب المروحه. يعني انا مش عايزه ابوظ الصوره دي بان انا اقول عليها كلام كتير وكل واحد يفكر بطريقته، بس هي صوره جميله فيها تفكير وفيها حد بيحاول يقدم لنا حاجه نألفها بتاعت كل يوم بشكل جديد. احمد عباس، واحمد عباس ده لازم يعني نشكره لانه تاني مره بيدخل، المره اللي فاتت خد جايزه اولى واعتقد جايزه جمهور، وهو مصور هايل انا بتابع شغله، والمره دي اشترك معانا تاني وخد شهاده تقدير. الصوره برضو انا حاسه انها بتتكلم عن نفسها بشكل كبير، الولد ماسك الحمام وعامل غايه حمام صغيره، هو طبعا واقف بره البيت، بس احساس الحميميه بالمكان عالي، وكونها ابيض واسود برضو فكره مش بطاله جدا. انا طبعا دي ملاحظات انا بقولها، يعني ممكن المصورين يبقوا مش في ذهنهم او بيفكروا فيها بطريقه ثانيه، بس ده يعني لجنه التحكيم اما اتناقشت دي كانت مواضيع اتكلمنا فيها. هاجر ابو الحسن، نبتدي بقى للناس اللي خدت الجوائز، خدت الجائزه الثالثه بصوره الحقيقه يعني انا شايفه انها جميله جدا، لانه في حوار حقيقي جدا بين المقشتين،
يا اما قاعدين بيناموا مع بعض، يا اما قاعدين بيرقصوا مع بعض، يا اما واقفين على الحيطه بيرتاحوا. يعني انا مش عايزه اقول كتير، بس انا شايفه ان الصوره كويسه وحلوه جدا، بتقول معاني كتير وتستاهل المركز الثالث بجداره. يعني لو بتشوفوا افلام ديزني، في فيلم منهم بتاع الاطفال كان كله مزيكا كلاسيك ومقشات زي دي في حوار زي ما بقول لكم في الرقص. وطبعا ما اغفلناش اهم حاجه، ان هي في بيوتنا كلها وكلنا بنستعملها، ومن غير وجودها معانا ما تبقاش موجوده. الصوره دي بقى وقفتنا كلنا، واعتقد حتى من التعليقات بتاعت الفيسبوك وقفت ناس كتير. بس انا مبسوطه جدا انها خدت جايزه الجمهور عبد الرحمن ابو ليلى. برافو عبد الرحمن، لانه دايما بيتقال ان المسكوت عنه بيقول كلام اكتر كتير من اللي متقال بشكل مباشر. الخشب موجود، السياج او السور موجود، والبني ادم موجود. واعتقد ان ده يعني شيء بسيط او تنويه بسيط عن الناس اللي ما عندهاش بيت، ودي زمان كانت بتبقى حاجه من ضرب، يعني حاجه مش موجوده، يعني بيتقال عليها منها من النوادر. بس دلوقتي بحالنا كمنطقه وبحالنا كعالم، الحقيقه العالم كله، عدد اللاجئين مهول وفي ازدياد، ومعامله البلاد للاجئين فيها مهانه شديده. والانسان ده في الاخر انسان، من حقه المسكن ومن حقه انه يعني يسكن ويتدفى ببيت هو واسرته وعياله. فهو صحيح انتوا قلتوا بيوتنا الخشبيه و بس هي الصوره دي بتقول اكتر حاجه ممكن نقولها على اللي احنا عايزينه من الموضوع ده. مفيش بيت اصلا، لالاف من الناس بيضطهدوا بيعاملوا بيموتوا في البحر و دي برضه صوره كانت خدت مناقشات كتير، واعتقد كان عليها تعليقات كتير. محمد الدر ده واضح انه يعني متميز في صوره جدا، لان هو ده مش بيت، انا عارفه هو مش بيت. انما الصوره هذا الانسان ده طبعا واضح انه في حلقه السمك. الراجل ده او الولد ده بيجري ورا اكل العيش. اكل العيش بالنسبه له انه يشتغل في حلقه السمك، يشيل ويحط. هو ما بيشوفش البيت، البيت مش موجود. عشان كده بقول لكم الفقد ساعات بيقول كلام اكتر من الوجود. هو بيصحى من النجمه، حلقه السمك لو تعرفوا من بدري جدا، وكل اللي بيعمله انه بيعمل الشغل ده وبيكمل لغايه ما بيرجع بيته اخر النهار. غالبا اللي بيقولوا عليها بيتقلب وينام. فكميه التحدي وكميه يعني صوره صوتها عالي بس جميل وقوي، ويعني ولازم نحترمها ونحترم الشغل اللي فيها. ودي جائزه ثانيه. واخر صوره من كتر ما هي عجباني حاسه ان انا مش عايزه اتكلم عليها. بتقول كل حاجه، يعني غايه الحمام دي، مين كان بيت عنده غايه حمام؟ الحماميه والعلاقه بالحمام والعلاقه بالخشب والعلاقه بالغايه ووجودها دايما في بيتك اللي انت ساكن فيه، ودي هوايتك. بس مش بس كده، في ليفل تاني، انه البيت ده باصص على القاهره. القاهره اللي هي جزء مننا كلنا، ومع ذلك بيت الحمام بالراجل اللي واقف او الولد اللي واقف زي الولد كده، هما ساكتين والقاهره هتروح وتيجي عليهم وهما موجودين وهيحبوا المكان. وده بشكل عام، يعني دي طبعا الجائزه الاولى. اخر حاجه احب اقولها لكم، ان في ناس من باكستان والهند معرفش ازاي يعرفوا عن المسابقه وشاركوا، فحبيت اشارككم معانا، يعني ان الناس برضو بتحب تشارك، واظن ان الصور دي هتشوفوا فرق المزاج العام. يعني الالوان صارخه جدا ومبهجه، ويمكن ده يخلينا نفكر المره الجايه نعمل حاجه تسمح للناس زي دي تقدم. فيعني ارجو ان الصور تكون عجبتكم، قولوا لنا رايكم، وقريب جدا زي ما قلت في الاول هنعلن عن الناس.
الناس هتنسحب ازاي. اللي فازوا لغايه المركز الثالث وجائزه الجمهور يا ريت يتواصل معانا عشان نقدر نديله الجائزه، عشان ده غير الاحتفاليه اللي غالبا هتكون قريب، وهيبقى معانا المسابقه بتاع السنه اللي فاتت لانه الناس دي اتظلمت عشان كان في كورونا. وشكرا جزيلا، استمتعوا بقى بالصوره.